في هذا العدد نتابع حدث حضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون إلى البرلمان من أجل تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ما هي أهم التفاصيل المالية المرتبطة بهذا المشروع وكيف تفاعل البرلمانيون معه؟ فقرة ثلاث أسئلة إلى نسلط الضوء من خلالها على النقاش المجتمعي الدائر اليوم حول الحريات الفردية. كواليس الحلقة تتابع أهم التغييرات التي طالت الغرفة الأولى مع بداية الدورة الخريفية على مستوى الفرق البرلمانية. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بالحدث الأبرز خلال هذه الحلقة، وهو تقديم وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بن شعبون لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام أعضاء مجلسي البرلمان. نتابع أهم الاعتمادات المالية التي جاء بها هذا المشروع، وكذلك الإصلاحات الضريبية التي تضمنها، وكيف سيقوم هذا المشروع بتنزيل أهم أولويات المتعلقة بدعم البرامج الاجتماعية، تقليص الفوارق، وكذلك تنزيل الجهوية الموسعة، وكيف تفاعل البرلمانيون أغلبية ومعارضة مع هذا النص القانوني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. 20,000 منصب مالي موزعة بين 4,000 منصب نالها قطاع الصحة و16,000 منصب لوزارة التربية الوطنية. أرقام واعدة حملها وزير الاقتصاد والمالية محمد شعبون إلى البرلمان، وذلك خلال تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وهذه التدابير اللي اتخذت غادي تخلينا نحافظوا على يعني توازنات الماكرو اقتصادية بصفة عامة، وتحكم في عجز الميزانية في 3.5%. هذا المشروع خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والصحة، مع الاستمرار في دعم باقي القطاعات الاجتماعية. النواب كانت لهم ملاحظاتهم حول هذه الاعتمادات المالية. 91 مليار ديال درهم هو مخصص للقطاعات الاجتماعية، 26 مليار ديال درهم من أجل دعم القدرة الشرائية، 18 مليار من أجل برامج اجتماعية. هذا كله عنده شق اجتماعي. طبعا الاثار كي خصنا نلقاوها عند هذيك السيد وهذيك السيده اللي في القريه واللي في الباديه ونشوفوا. ولكن اليوم بعد ما كنا في 2012 كنتكلموا على الفئات الهشه والمعوزه، اليوم الكل يتكلم على الاستهداف. امام هذه التدابير اللي مازال ما بانتش تصور كيفاش يتم اخراجها لحيز الوجود، سنكون مضطرين الى المزيد من المديونيه على اعتبار ان العجز سيرتفع، وبالتالي حتى الإجراءات المتعلقة في المبتكرة في البحث عن الموارد الأخرى طرح إشكال. لذلك أعتبر بأنه هذا التقديم هو أولي، فيه أفكار، لكن التنزيل على المستوى الميداني سيطرح إشكال حقيقي. لذلك وزارة المالية مدعوة أكثر من أجل الابتكار، لا في البحث عن الموارد ولا في طريقة صرف النفقات، على اعتبار أن النفقات حينما نتفحص القانون بسرعة مشروع القانون يظهر بأنها تتضاعف. الحكومة تتوخى من خلال هذا المشروع للسنة المقبلة تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7%، ويبقى تنزيل ورش الجهوية الموسعة من أهم أولويات هذا المشروع. البدء في تنزيل ورش الجهوية الموسعة بنقل الاختصاصات الذاتية والمنقولة بميزانية محددة للجهات لكي تتمكن من أن تمارس دورها. وكذلك قال غادي ندعموا الميثاق ديال اللا تمركز. ممكن تحقيق هذا الأمر هذا السنة؟ إذا احنا أولا هذه غير النوايا اللي غادي يوضح لنا ما إذا كانت النوايا قابلة للتطبيق هو شنو تخصص لها من دعم على مستوى الميزانية اللي غادي تجي. الإصلاحات الضريبية داخل المشروع تعددت بين تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% على عمليات بيع تذاكر ولوج الأماكن الثقافية، وكذا إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة. مثلا تخفيض ديال الأسطر ديال الضريبة على الدخل ما كيتكلمش عليها نهائيا القانون المالية، دي سنوات وحنا كنطلبوها ما كاينش. الأجراء هما اللي كيساهموا أكثر في الضريبة على الدخل، وكانت مطالب ديال النقابات بخصوص تخفيض هذه الأسطرة والإعفاء الرفع من الفئات المعفات، لكن مرة أخرى لا يستجيب قانون المالية لهذا الجانب. هذا العديد من المطالب اللي تتعلق دائما بما هو اجتماعي تغيب على قانون المالية.
بعد تقديم مشروع قانون المالية أمام أعضاء مجلسي البرلمان، كانت الفرصة أمام لجنة المالية لاستعراض برنامج عمل اللجنة في وقت بدأت فيه الفرق تفكر في التعديلات. ما يتعلق بالمادة 9 المرتبطة بعدم إمكانية الحج على أملاك الدولة فيما يتعلق بالتنفيذ ديال الأحكام القضائية، كان نقاش سابق وهو نقاش اليوم حاضر. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر هذه المادة، لأنها تتعارض حتى والدستور وروح الدستور وضرب للأحكام القضائية، باعتبار على أن الأحكام القضائية تكون واجبة التنفيذ من أي كان من طرف الأشخاص ولا من طرف الدولة ككل. خاص تغليب يعني المصلحة العامة على فهاد النقاش، خصوصا الخطب الملكية السامية اللي كتحت يعني النواب كمشرعين أساسا باش يعني ينكبوا على المناقشة يعني الفعليه ديال هاد المضامين ديال مشروع قانون الماليه، وحنا كنعرفوا بان قانون الماليه راه هو المحرك ديال الاقتصاد الوطني. الحكومه خصصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدره الشرائيه للمواطنين، منها 14 مليار لصندوق المقاصه دعما للبوتان والسكر والغاز، على ان تواصل دعم الارامل والاشخاص في وضعيه اعاقه. يطغى موضوع الحريات الفردية على النقاش المجتمعي اليوم، كيف يتابع البرلمانيون هذا النقاش؟ وهل هو حاضر داخل لجنة العدل والتشريع والتي تناقش هذه الأيام التعديلات المرتبطة بالقانون الجنائي؟ وهل موضوع الإجهاض حاضر داخل البرلمان، خاصة حول الحديث الدائري اليوم بشأن تقنينه؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة 3 أسئلة. السؤال الأول موجه إلى السيد سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي، ما هي مقاربتكم للحوار المجتمعي الدائر اليوم حول الحريات الفردية؟ أولا لابد أن ننشئ أن موقفنا واضح، موقفنا هو التأكيد على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وفي شموليتها، وحينما نتحدث على احترام حقوق الإنسان في شموليتها يعني أن نحترم رأي ورأي الآخر في إبداء كل شخص برأيه في هذه الأمور. نفس السؤال موجه إلى السيد عدي بوعرفة عضو فريق الأصالة والمعاصرة. أولا لابد أن نسجل بأن الدستور المغربي الذي أقره الشعب المغربي في 2011 هو دستور متميز جدا، وبالتالي أنه يتحدث عن الحرية الفردية. لا بد أن نسجل كذلك بأن المواثيق الدولية بشكل عام حينما يصادق عليه المغرب فهو تلزمه أكثر من يعني القوانين الوطنية، بالتالي أنه هذا النقاش دابا الدائر اليوم حول الحرية الفردية أساسية. مع الأسف أنه هناك بعض التنظيمات، وأقولها بصراحة، حينما تحدثوا عن الحرية الفردية تحدثوا عن الحرية الفردية فيما يخص الجنس، هناك الحرية الفردية ديال الفكر والتصور ومجموعة ديال الاعتبارات اللي نسجلها مثلا، وبالتالي أنه يعني ملي كنشوف بأنه القرآن ديالنا فيه تسامح وكيقول بأنه من يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر، يعني هذا الله سبحانه وتعالى كيقول هذا الكلام، ما بالك في الدراسات اللي هي موضوع يعني اللي هي وضعية، وبالتالي أنه يجب أن نسجل بأنه الحرية الفردية اليوم ببلادنا يجب أن نستحضر القوانين الدولية، وبالتالي أنه هذا نقاش مهم جدا. السؤال الثاني، هل هذا النقاش حاضر داخل لجنة العدل والتشريع خاصة مع البدء في البث في التعديلات المرتبطة بمجموعة القانون الجنائي؟ كاين تعديلات الى حدود نهايه شهر نوفمبر، ليس بالاسبوع المقبل، ولكن اللي هو اساسي ان موقفنا واضح اليوم. لا يمكن ان يكون عندنا موقف اكثر تقدما مما جاءت به اللجنه التي تم تشكيلها بتعليمات ملكيه. فاليوم هذه اللجنه اعطت افكار للكل يتقاطع معها، وهذه الأفكار هي اللي غادي تكون منطلقنا في تقديم تعديلاتنا كفريق اشتراكي. هذه الأمور واللي عندها ارتباط بشكل مباشر مع بعض الأمور اللي يتحدثون عنها اليوم في إطار الحرية الفردية، تم إعطاء توصيات فيها بمراعاة مثلا الجانب الصحي، مثلا الجانب المحيط المجتمعي الأسري إلى آخره. يعني هذه الأمور جاء بها في اللجنة التي أعطى جلالة الملك تعليمات بشأن إحداثها، فكل التعديلات ديالنا في الأمور المتعلقة بالشق الذي يتحدث عنه اليوم الجميع ستكون في هذا السياق.
أنا أقول بصراحة بأن البرلمان مع الأسف لا يستحضر مجموعة ديال المشاكل اللي هي مطروحة داخل المجتمع. يعني هناك عقلية محافظة داخل البرلمان، رغم أنه البعض يتحدث أنه حدثي وتقدمي وديمقراطي، وحينما يستحضر الدين فإنه يتهرب من كل شيء. لا، يجب أن نناقش جميع القضايا اللي هي أساسية وجوهرية. هذه الحرية الفردية يجب أن نستحضرها لأنه مهمة بالنسبة لبلادنا، وبالتالي أنه لا يمكن يعني يكون هناك تقييد للحريات، جميع الحريات بدون استثناء. ولكن أنا كنعتقد بأنه القانون الجنائي اليوم في البرلمان اللي خص الجنايات ديال العدل والتشريع، أنها خصنا نناقشوا ونذكروا ونسميوا الأشياء بمسمياتها والخصوصية ديال الناس. وبالتالي أنه بالنسبة لنا احنا في اليوم، وأنا أقولها كبرلماني، مع الأسف لا نناقش القضايا ديال المجتمع، كانوا يناقشوا بعض القضايا الأساسية، ما وقع مثلا في التعليم وما وقع في مجموعة ديال القضايا، يعني حتى كيهضروا معنا في واحد المستوى معين عاد نجيبوا القوانين. بالتالي أنه هذه الحالة اللي وقعت اليوم ببلادنا كتجعلنا أنه هذا القانون نجيبوه ونناقشوه داخل البرلمان باش نتخذوا القرار الذي يناسب ما يقع داخل المجتمع. السؤال الثالث، ما هو مستوى حضور قضية الإجهاض داخل البرلمان، سواء على مستوى مناقشة القانون الجنائي أو التفكير في قانون خاص يعالج هذا الملف؟ أولا ما نريد أن نؤكد عنه هو ما قلته في الإجابة على السؤال السابق، هناك لجنة ملكية تم إحدادها خصيصا لهذا الشق. هذه اللجنة تحدثت على الشق المتعلق بالحفاظ على صحة الأم والإمكانية ديال الإجهاض في مراحل معينة اللي عندها ارتباط مباشر بصحة الأم. يعني اليوم ما يمكنش أننا نخرج على هذا السياق إطلاقا، وأظن أنه اليوم مشروع القانون الجنائي لم يأتي بهذا فقط، بل جاء بمجموعة من التعديلات وفي فصول مختلفة، بينها مثلا الإتاء الغير مشروع واللي تم اعتبارها اليوم جريمة، وأنه المتهم سيوجه له الاتهام بشكل تلقائي وعليه أن يقدم والحجج التي تبرئ من التهمة الموجهة إليه، وهو في الأصل قانون جنائي على أنه العنصر المتعلق بالوجاهية على أن يعتمد على المتابعة استنادا على الحجج وليس المتابعة استنادا على اتهام الفارغ. وبالتالي فهذا اليوم نقاش أيضا حول جريمة الإطار الغير مشروع، والتي ينبغي أن ترتكز على تقديم الحجج قبل تسجيل المتابعة. هناك أمور أخرى تتعلق بالاختطاف وبقضايا التي ترتبط بحقوق الإنسان، ونحن كان لدينا موقفنا من هذا المشروع عبرنا عنه في البداية لأننا نتحدث على إصلاح جزئي في الوقت اللي كنا ننتظر أن تأتي الحكومة بمشروع قانون جنائي في شمول يتضمن إصلاحات في شموليتها تتماشى مع دستور 2011 اللي جاء بمجموعة من النصوص اللي هي ترتبط بحقوق الإنسان، سيما ما يتعلق بظروف الاعتقال والحرية ديال الأشخاص المعتقلين والموضوعين في الحراسة النظرية إلى آخره. أولا خصنا نسجلوا واحد القضية اللي هي مهمة اليوم ببلادنا، هو أنه الإجهاض كاين 800 حالة في اليوم ببلادنا وهي سرية، وتعرض مجموعة ديال النساء للخطر. وبالتالي أنه علاش ما غاديش نقننوه؟ وبالتالي هناك مجموعة ديال التشوهات خلقية بالنسبة للجنين، وبالتالي إذا كان ممكن أنه نديروا الإجهاض لأنه غادي يعاني مجموعة ديال الأسر. دابا اليوم كتعاني شيء الكثير، ملي كتلقب لأنه بعض العائلات مغربية فيها ثلاثة ديال الناس اللي عندهم إعاقة جسدية، كان مفروض وهذه معروفة مجموعة ديال الدول كيديروها. كما أنه إذا كان هناك الإجهاض اللي هو ما بين الرجل وامرأة، ولما لا إذا كانت بأنه الحياة ديال المرأة في خطر مثلا. وبالتالي أنه يجب أن نناقش جميع القضايا، وما كاينش طبوهات، ما كاينش طبوهات. إذا كنا ديمقراطيين وكنا حدثين لما فيها المصلحة ديال بلادنا، وبالتالي أنه ما وقع اليوم الحمد لله، ونتمين ونسجل بارتياح المبادرة الملكية السامية، لأن عادت الأمور إلى نصابها. ولكن نتمنى أنه المحافظين في بلادنا أن يستحضروا هذا الرمزية ديال جلالة الملك فهد. كاين الآن نقاش حول أنه مشروع ولا مقترح قانون فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال الإجهاض، أنتم كبرلمانيين أنا كنعتقد بلي أنه خصنا نناقشوه ونتذكروا في جميع التفاصيل ديالو. كنناقشوا مجموعة ديال القضايا اللي ربما كيتربطاتش مع المجتمع. هاد القضية ديال القانون الإجهاض كاين في البلاد،
وما غاديش نخبيو، وكاينه 800 حاله يوميا، والخبراء ديالنا ديال القطاع ديال الصحه والاساتذه المختصين في التوليد كياكدوا هذه القضيه هذه، الى جانب انه مجموعه ديال المصحات ديال القطاع الخاص يعني معروفه لدى الراي العام يعني كدير الاجهاض، وبالتالي انه يجب يعني انه يكون الاجهاض بشكل عادي وبشكل سلس، وبالتالي انه ما يكونش مشاكل اللي هي مطروحه بالنسبه للبلاد. والآن نفتح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. المساطر المتعلقة بحوادث الشغل على مستوى المعاينة والتكفل والعلاج مساطر معقدة وطويلة، كدفع الأجير اللي عنده حادث الشغل تيقول بالناقص والله يسامح. أشنا هي الإجراءات اللي غدير سيد وزير بس تبسطوا لنا هذه المساطر وشكرا. الأمر كيتعلق ب بظاهر قديم في المغرب اللي هو كيرجع لسنة 1963 والذي تعرض خلال المسار مجموعة من التعديلات. كان من بين التعديلات المهمة ديال 2002 اللي جعل التأمين على الحوادث الشغل إجباري، وإلا فإن قبل 2002 ما كانش تأمين على الحوادث إجباري. جينا في 2014 كان هناك قانون جديد اللي هو 18-12 صدر في 2013 وتم ودخل حيز تنفيذ في نهاية 2014. إلى حدود اللحظة تم صدرنا 7 ديال القرارات وجوج ديال المراسيم مهمة جدا، آخرها كان في شهر 9/2019 والذي يتعلق بزيادة في الإيراد وهو مكسب إضافي. الأمر يتعلق بقانون ماشي بمساطر عادية، وبالتالي 2015 دخل نهايه 2014 دخل حيز التنفيذ، لحد الساعه باقي ما صدرش حتى قانون القرار التنفيذيه ديالو كامله. انا كنظن نخليو شويه ديال الوقت ديال التنفيذ، انا ذاك غتبان فعلا الاشكالات المرتبطه بتنزيله وشكرا. بعد مرور 8 سنوات على اقرار دستور 2011 ما زال مغاربه العالم محرومين من حقوق المواطنه الكامله بما فيها حق الترشيح والتصويت في الانتخابات المحليه والجهويه والوطنيه، وهو الحق الذي اقره الفصل 17. لذا نسائلكم، هل هناك إرادة حقيقية لدى هذه الحكومة بتفعيل الفصل 17 في أفق الانتخابات التشريعية 2021؟ كما يخفى عليكم وعلى السادة والسيدات النواب المحترمين أن المملكة المغربية تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة من المغاربة القاتلين بالخارج بالقضايا ديالهم، وبالفعل الحقوق المدنية السياسية كانت في صلب نقاش قوي عميق عرف على مدى 8 سنوات دينامية قوية. أيضا كانت أيضا موضوع توجيهات في خطب ملكية سامية. أريد فقط أن أصحح الأمر، لا يهم الدوائر المحلية والدوائر الجهوية، يهم الدوائر التشريعية. تعزز هذا الخيار وهذه الدينامية اللي خذها النسج الجمعوي بالخارج وبالداخل، كذلك الجمعيات المغربية بالداخل الأحزاب السياسية على تمرين. هذا التمرين لا زال الجميع يخوضه، ولا زلنا أيضا بخصوص تفعيل الفصل 17 كما جاء في جوابكم أن هذا المطلب هو أيضا ليس فقط في بعده، كما ما كنتكلموش على السقف الدستوري لأن السقف الدستوري اليوم يؤثرنا جميعا، كنتكلموا على التفعيل ديالو، فيه تراكم فيه دينامية وسيبقى مفتوحا إلى حدود الأفق الذي وجب الوصول إليه والتوافق الوطني حول الإجراءات اللازم اتخاذها. انتقال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى صف المعارضة داخل البرلمان، تغيير فريق العدالة والتنمية لرئيسه، والصراع الدائر داخل حزب الأصالة والمعاصرة وتأثيره على الفريق النيابي داخل البرلمان هي من الأمور اللافتة مع بداية الدورة الخريفية داخل البرلمان. نتابع تفاصيل أكثر مع هذه المواضيع وتأثيرها على التوافقات السياسية داخل البرلمان ضمن كواليس الحلقة. فريق العدالة والتنمية بدأ هذه الولاية التشريعية الجديدة برئيس جديد وهو السيد مصطفى الإبراهيمي. الإبراهيمي عوض زميله المستقيل إدريس الأزمي. الفريق الذي يقود حزبه الحكومة يطمح خلال هذه الولاية إلى تنزيل البرنامج الحكومي تشريعياً.
الاشتغال ديالنا داخل فريق العدالة والتنمية دائما نعمل على انه يعني يكون واحد المساهمة ديال جميع الفرق ديال الأغلبية لكي ننهض واحد المجموعة ديال المشاريع اللي داخلة في إطار الاختصاصات ديال المجلس النواب والمجلس التشريعي، وبالتالي يعني عندنا رهانات وصاحب الجلالة خلال الخطاب يعني كنوجه رسائل واضحة لكي نسرع الوتيرة ديال وتجويد المجال التشريعي وكذلك حتى الرقابة التي نفرضها على الحكومة، وبالتالي لن نكون إلا مساهمين في هذا النفس الجديد اللي إن شاء الله باش يتنزلوا المشاريع ديال التصريح الحكومي وكذلك التوجيهات اللي جا بها صاحب الجلالة خلال الخطابين الأخيرين. اللافت للانتباه خلال هذه الدورة الخريفية هو خروج المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى المعارضة داخل المجلس بعدما خرج الحزب من الحكومة، معارضة يريدها الحزب بناءة، وأول اختبار مشروع قانون المالية. أدورنا كفاعل سياسي أساسي في المجتمع من خلال دورنا في البرلمان اليوم حتى نبين بأنه الحكومة التي خرج منها لأنها لم تشكل في نظرنا كحزب تقدم واشتراكية ذلك الأمل الذي دعا إليه صاحب جلالة ببروز كفاءات قوية وتشبيب حقيقي وكذلك على مستوى إعطاء لمسة ونفحة سياسية جديدة تصالح المواطن مع السياسة اليوم في ظل موجة التبخيس التي نعيشها. فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس يبحث أيضا عن الانسجام والتناغم، فريق يعيش حزبه خارجيا على إيقاع الخلافات بين مكوناته، واقع يطرح سؤال إمكانية تأثر الفريق النيابي بهذه الخلافات. طريقة تدبير الفريق منذ الدورة السابقة وما قبل الدورة السابقة، الفريق دائما هو محصن ضد الخلافات اللي تنعتبروها طبيعية في الحزب، الفريق محصن ضد مختلف التجاذبات، الفريق كتلة واحدة، ومن تنقول لك كتلة واحدة فهي تتجسد يعني في الحضور النوعي في الجلسات في النقاش في اجتماعات الفريق، لا نتأثر بأي شيء يكتب. مشروع قانون المالية هو أول امتحان أمام هذه الفرق البرلمانية وباقي الفرق لإثبات انسجامها مع المحافظة على مبادئها السياسية، فهل هذه التغييرات وكذا الخلافات ستؤثر على عمل هذه الفرق داخل البرلمان؟ وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذه الحلقة من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة. الشكر موصول أيضا إلى طاقم البرنامج الذي سهر على إعداد هذه الحلقة. نهاية أسبوع موفقة رفقة برامج قناتكم دزام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.